يعد معرض الخريف من أكثر المعارض جذبا للزوار من داخل البحرين وخارجها، لما يقدمه المشاركون من بضائع متميزة وحصرية تم تحضيرها خصيصا لمعرض البحرين. نعم، فهذا المعرض يعد من الوجهات الرئيسية التي يتنافس فيها العارضون على طرح أفضل منتجاتهم لترضي طموح المتسوقين بما توفره من بضائع حصرية ومتميزة. منتجات عالمية متميزة تحط رحالها في البحرين وتحديدا في معرض الخريف السنوي لتكشف من خلالها عن جودة تلك البضائع والتي يصمم بعضها خصيصا لمعرض الخريف، مثل المأكولات الطبيعية ذات النكهات المتفردة والتي لا يجدها المستهلك إلا في هذا المعرض. صراحة المعرض هذا يعني طبعا كثير بيهمنا لأنه بنيجي مرة واحدة في السنة فقط، وطبعا الشعب البحريني بينتظرنا انتظار، لانه احنا صراحه كل منتجاتنا بنجيبها من المزرعه للزبون مباشره، كلها منتجات طبيعيه 100%، وفي عندنا كثير خلطات، تقريبا اكثر من 14 نوع من انواع اللبنات المميزه هذه، بس خاصه يعني بتيجي للمعرض، يعني مش موجوده حتى عندنا في الاردن، لو تروحي تطلب المنتجات هذه ما تلاقيها، تنعمل مخصوص حق المعرض. انا مشترك في معرض الخريف، صار لي تقريبا 10-15 سنه مشترك في هذا، انا لي زباين كمان خاصه هون، ومعرض مهم بالنسبه ل يعني مملكه البحرين، والي انا زباين الخاصه في مملكه البحرين، وجايب منتجات كمان تقريبا كلها سوريه وشغل بيت. احنا مشاركتنا في البحرين لها سنين عديده، ونحن نعتبر من الشركات الرائده في بيع وانتاج العسل خاصه في مجال البراندات، فاحنا اول براند يمني يحمل شهايد معتمده، ونحن حريصين جدا ان احنا في داخلين على البحرين ان شاء الله بمشاركه فعالة لنا سنين ولنا تاريخنا. أهل البحرين أهل طيبين جدا جدا جدا، يجب أن احنا كمشاركين يمنيين يجب أن احنا نجيب أجود ما عندنا في اليمن. هذا المعرض كتير مهم للمنتجات للشركات اللي موجودة بالبحرين وحتى الموجودة خارج البحرين. طبعا أنت كشركة إذا بدك تعرض منتجاتك، هذا أهم معرض تقريبا بالخليج يعتبر، لأنك أنت تعرض منتجاتك. 650 جناحاً من 14 دولة يقدم منتجات متميزة وحصرية ليرضي بها شغف الزوار الذين ينتظرون هذه المنتجات بشكل سنوي. والله أختي أنا حالياً كل سنة أكون متواجد هنا في هذا التوقيت، وما شاء الله شو بعد وشو بخلي، كل الأشياء ما شاء الله متوفرة من كل الأصناف، موجود شيء يعني ما شاء الله يعني. معرض الخريف يوجد أشياء مميزة وأشياء نادرة، وإحنا متعودين من يوم إحنا صغار كلنا نزوره، وفي تقريبا من أكثر من دولة من دول العالم كلها يجون ويعرضون علينا بضايعهم، وفي أشياء مختلفة وحلوة. أطعمة ومنسوجات، عطورات متميزة عربية وفرنسية، توابل بنكهات خاصة وغيرها من البضائع التي لا حصر لها، فهذه المنتجات التي يطرحها التجار المشاركون تعد مطلبا أساسيا لرواد المعرض، خصوصا وإنها تنقل ثقافة تلك البلدان المشاركة ليستمتع بها زوار معرض الخريف. بضائع متميزة وحصرية يتفرد بطرحها معرض الخريف بشكل سنوي ليرضي من خلالها طموح رواده، فكل مشارك يطرح منتجاته بأسلوب جذاب وتنافسي، حتى باتت هذه السلع مرتبطة بمعرض الخريف السنوي دون غيره من المعارض. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.